امبارح تم الإعلان عن خطة المسرح المصري خلال 2023. تم الإعلان عن مبادرتين غاية في الأهمية، مسرح السيرة لتكريم رموزنا وولد هنا، واللي هيتم خلالها تقديم عروض مسرحية عن رموز مصر في قراهم ومحافظاتهم لتعريف الأجيال اللي جاية بهذه الرموز. خلينا نتعرف أكتر على هذه المبادرة من الفنان محمد الشرقاوي، مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم، وصباح جميل علينا، كل سنة وحضراتكم طيبين، وسنة سعيدة علينا وعلى مصر كلها. يا رب يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، في البداية عايزين نتعرف على الفكرة الخاصة بمبادرة ولد هنا، إيه اللي هيتم تنفيذه، آلية تنفيذ هذه المبادرة؟ والله هي المسألة، إحنا في فرقة أو مشروع مسرح المواجهة والتجوال بنتولى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجانب الثقافي في قرى ونجوع مصر كاملة. في خلال العروض اللي احنا كنا بنقدمها هناك لفت نظري مشكلة كبيرة، ان في بعض الشباب او بعض الاطفال ما يعرفوش الرموز بتاعة الاماكن اللي هي موجودة فيها. يعني مثلا تخيل ان انا مثلا شاب في محافظة المنيا عن طه حسين، ويكون المعلومات اللي عنده بسيطة وما يعرفش ان هو مولود في بلده. فبتوجيهات معالي الوزيرة الدكتورة نبيل الكيلاني والأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس البيت الفني للمسرح، خدنا على عاتقنا المبادرة دي. المبادرة دي مقسمين في مصر فيها لثلاثة أقاليم، عندنا الدلتا واسكندرية، عندنا إقليم مدن القناة وسيناء، وعندنا الصعيد. العرض الأولاني هيكون إخراج الأستاذ سعيد منسي وتأليف دكتور طارق عمار، ده هيتكلم عن التنويريين الولدوا في محافظات الدلتا. بنشتغل على شيء محدد في المبادرة دي، مثلا نموذج يعني الشيخ سيد النقشبندي في مدينة طنطا أو في محافظة الغربية، إزاي إن هذا الرجل كان له أثر كبير في فكرة تجديد الخطاب الديني لما القيادة السياسية واجتمع مع السيد الرئيس أنور السادات وجمعوا مع الملحد الكبير الاستاذ بليغ حمدي، ومن هنا نشا تيار الدين والابتهالات مصاحبه للموسيقى والغناء. عندنا بعيدا عن الطريقه المباشره، بعيدا عن الطريقه المباشره، لا خالص، احنا مش بنتكلم عن سيره شخص واحد، لا احنا بنتكلم عن مجموعه من التنويريين. عندنا مدير القناه ودي حفله جدا بعرض اسمه السمسميه، هيكون اخراج وتاليف الاستاذ سعيد سليمان. بنتكلم فيه عن مدن المقاومه ونماذج زي كابتن غزالي، نماذج كتير اتولدت في المكان ده وكان لها الاثر في تغيير بيئتها وتحريك المياه الرافده. عندنا طبعا صعيد مصر وحافل بالرموز التنويريين، وهيبقى العرض اسمه مجد يوم وليله، وهو بيتناقش فكره بسيطه. مجموعة من الشباب قرروا ان هم يعملوا عرض مسرحي، فهيركبوا قطر الصعيد وهيعرضوا في مدينة اسوان في عند الدكتور مجدي يعقوب في مستشفى القلب في اسوان، وهم ماشيين في رحلتهم المحطة الاولانية بيقفوا في المنيا، فبيطلع لهم صورة طه حسين، فيبداوا يعرفوا ايه عن طه حسين وعلاقته باحمد لطفي السيد، وازاي ان الراجل ده كان تنويري ومواقفه الكبيره من تجديد الخطاب الديني والتنوير ومجانيه التعليم. يقف في الصعيد فنشوف نماذج في اسيوط، يروح هنا فنشوف نماذج من هنا، لغايه لما بيوصل ويشوف اللي حصل من مستشفى القلب في الدكتور مجدي يعقوب، فبيقرر ان هو مش هيعرض العرض لان ده العرض اللي احنا جايين ان احنا نعمله. هي مبادره مهمه بنسلط فيها الضوء على تاريخنا وعلى نماذج ملهمه بعدنا عنها كتير، مجموعه كبيره ما تعرفش عنها كتير. النموذج الملهم ده لما يبقى معروف ان هو من البلد دي، بندي نموذج للشاب او الطفل ان ده زيك بالظبط، اتولد في نفس المكان هنا. مصاحبنا في المشروع هنعمل 250 جداريه على مستوى الجمهوريه، في كل قريه جداريه بالفنون التشكيليه، وهيعاوننا فيها طلبه فنون فضيه وفنون جميله، ان يظل الاثر ونقول ان مسرح المواجهه والتجوال مره من هنا. مبادره كبيره وعشمانين في ربنا خير ان يكون سبب في تغيير حاجات كتيره في المجتمع يعني.
يعني مبادرة مهمة وملهمة، يعني ان انت تجيب شباب وتعمل قصة كأنها بالظبط حقيقية. انا تخيلت وانت بتحكي كده الشباب وهم راكبين القطر وبينزلوا محافظة محافظة في الصعيد وبيبتدوا يشوفوا رموز هذه المحافظة، تخيلت معاك ان اللي قاعد بيتفرج ده هيقول فعلا طب ما ده كان زي، طب ما فلان كان زي، ليه انا ما بقاش كده. خطتكم ايه يا فندم في 2023؟ ناويين ايه على ايه؟ لو عندكم افكار تانية ناويين تعملوا بيها ايه؟ احنا مستمرين في تنفيذ الموجه الثالثه من مبادره مسرح المواجهه والتجوال في 170 قريه من قرى حياه كريمه. برنامج يناير هنبقى فيه في اسيوط، الوادي الجديد، الاقصر، هنا اسوان، البحيره، اسكندريه. بنروح القرى اللي رصدتها الدوله المصريه في الموجه الثالثه من موجات حياه كريمه. بنعرض عروض من مسرح الطفل، من مسرح القاهره العرايس، عروض من المسرح الطليعه، طبق فاكهه كبير من البيت الفني للمسرح بيتقدم لاولادنا في قرى ومن جوه مصر، بالاضافه الى تجهيز مجموعه العروض ان هي تطلع في القاهره في الفتره اللي جايه دي، وبعدين تستكمل الرحله عشان نحقق مبدا بترسخه الدكتوره نجيب التلالي هو مبدا التنميه المستدامه. فكرة ان يبقى المشروع مستمر وله اثر ومستديم وفعال وعلى الارض ليخترق العمق المصري بافكار بان احنا محتاجين جدا في الفترة اللي احنا فيها دي ما نتكلمش نتكلم عن بكرة، ندي امل للناس. صحيح. نحاول مع اجهزة الدولة كلها في الشكل الجديد اللي احنا بنعمله يعني. عظيم جدا، موجودين في كل المحافظات ودي حاجه غايه في الاهميه. دايما بنتكلم عن العداله الثقافيه وده مش شعار فقط احنا ماشيين عليه، لا ده على ارض الواقع وهذه المبادره بتؤكد هذا الكلام. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنان محمد الشرقاوي مدير مشروع مسرح المواجهه والتجوال، الف شكر ليك يا فندم.